مشينا مع خوتنا المغاربه ناس تسمح الى كانت الاناره عندي ولا عند الاخ طارق ضعيفه، لان الظروف هي هذه، الاناره في المغرب راه ضعيفه، المغرب ما فيش الضوء كاع، احنا على الاقل كاين ضوء الشمس والضوء الصناعي، احنا كنشوفوا الناس اللي عايشه في الظلام، عايشه في الظلام. الاخوت بطبيعه الحال غتكونوا سمعتوا، اللي سمعوا اللي ما سمعوش غنعاودوا نسمعوهم. وكاينين الخوت اللي هضروا في هذا الموضوع ديال التقرير ديال وزاره الخارجيه الامريكيه على حقوق، الانسان في المغرب، على حقوق الصحافه في المغرب، المغرب الضعيف اللي ما كتعرفوه بلا ما نبقى نشرح لكم انا. وكما قلنا لكم غيطلعوا دوك الناس، غيطلعوا الناس اللي غيشرحوا لك هذيك الابواق ديال الصحافه الصفراء، وغتشرح لك بان امريكا خاطئه وامريكا غالطه وامريكا ما نعرف شنو، وهما اللي عندهم الحق. يعني ان الريسوني عنده 5 سنين ديال السجن، راه عداله ديال التليفون. عمر راضي الناس ما كيتكلموش بزاف للاسف على بو 20 انسان واجب علينا، ندافع عليه كما كندافع على الناس اللي دابا في، حتى هو ضحيه من ضحايا ديال الاجرام الملكي. هاد الملكيه اللي عيات ما تعطي في فلوس ديال الشعب، بيل كلينتون والاتباع ديالها، فراها الحزب الديمقراطي طلع للحكم وتعارك. فاشنو محمد الخامجة اشنو كتقول انت؟ كتعطي الملايين من فلوس ديال الفقراء، من ولاد الشعب، الناس ديال الجبال اللي ما عندهاش ما تاكل وما تشرب، هما هادوك الناس اللي كتعطيهم، كيقولوا لك ما عندكش حرية الصحافة، انت انسان كتعدى. فا اوكي، نخليو الكلمة الاخ طاليس الى كان عنده شيء اضافة. شكرا تومات حميد، يوز ليك يوز المستمعين. عندي تماس الصوت ياك مزيان؟ وي سانك 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 سانك. وغاد غير هاد اللي قلتي يا تومات حميد، راها في نيشان، راها دابا العالم كامل وماشي غير الميريكان، العالم كامل راه ولا عارف الديكتاتورية الخابتة، الديكتاتورية القمعية والمجرمة. الشعب ديالنا البلاد ديالنا، والديكتاتورية هذه ما بغاش تخلي شي صوت ولا شي شخص ولا شي شي منظمة تبين الوجه ديالها القبيح. وعندك شي علاش كيقمعوا هاد الصحافيين وكيقمعوا هاد الناس الأحرار اللي عندهم الصوت، كيجيبوا واحد الصوت جديد البلاد ديالنا، واحد كيفاش كيقولوا بالفرنسويه انيغ ريسبيرابل، يعني واحد النفس باش انسان يتنفس، وكيقمعوه. وهذه المنظمه الامريكانيه اللي هضرت عليها انت، نورمالمون هي الدور ديالها كما دارت في الدول اللي معروفين ديكتاتوريين، بحال الى هزنا المثال ديال لا بيلوروسي، نهار اللي شدوا هذيك الصحافي نزلوه من الطياره وداوه الحبس في لا بيلوروسي، العالم كامل هضر عليه وداروا الاجراءات باش هذاك النظام الديكتاتوري في هذيك البلاد يرد الحساب ويرد الفعل ويجاوب الرأي العام العالمي. ولكن هنا في البلاد ديالنا مع الأسف
كنشوفوش هاد الشيء هذا. علاش؟ هذا هو السؤال اللي خصو يتطرح. هاد الشيء اللي خص هاد السؤال هذا خصو يتطرح على الناس اللي كيفكروا، الناس اللي كيفهموا في السياسه، الناس اللي عندهم الثقافه السياسيه وعارفين وشنو كيلعب في العالم. خصهم يسولوا راسهم يقولوا علاش حنا ملي كيتشد عندنا واحد الصحفي حتى واحد ما كيتكلم عليه، ملي كيتشد عندنا حنا واحد مناضل ولا واحد واحد انسان اللي كيهضر على الحقوق ديال واحد المنطقه بحال الريف وكيحكموا عليه 20 عام ديال الحبس، علاش حتى واحد ما كيتكلم عليه الا شي شي كتبات صغار في الجرائد ديال وي خويا طاريس، وي خويا طاريس. وحنا باش ردوا الناس لهاد القضيه بان فرنسا المستعمره اللي انت مستوله على الخيرات ديالي، انا الخيرات ديالي انت كديها، الريسوني زعما لا يهمك، خص امريكا تهضر على الريسوني، وزارة الخارجية الأمريكية طرح هذا المشكل ديال الريسوني وديال الصحافة بشكل عام بالناس السجناء بشكل يعني أعم من العمومية، ولكن فرنسا وسي الميكروب مكروب مكروب اللي كتاكل لي رزقي، فهذا انت ما بالكش هذا. وفين هي الصحافة الفرنسية؟ الصحافة الفرنسية، لأن أمريكا من كتكلم من المغاربة ما كيعرفوش. وتحية الخوت اللي داروا ديك يعني الترجمة ديال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، ردوها بالعربية باش يفهموها الناس، باش تفهموا يا الحوالة بين فرنسا اللي حداكم كلكم كتعرفوا فرنسوية وكلكم كتفهموا شوية الفرنسوية، هذيك فرنسا اللي حداك ما هضرتش على الاغتصابات ديال حقوق الإنسان. قولوا لي انتم فرنسا، درنا لكم برامج، درنا لكم فيديوهات ديال الناس الأحرار اللي كيهضروا على الاغتصابات ولكن ما كيدوزوش، كيحبسوهم. فهذه الخارجية الأمريكية ما قدرش تحبسوها، حبسها يا فرنسا، حبسها يا محمد الخامج، ان هادوك الناس اللي انت كنتي كتساعدهم في الحملات الانتخابيه فهم داروا فيك راه بزاف، سيترو والمغاربه راه سيترو، هادشي راه بزاف. والناس اللي كياكلوا معاه طلع لهم في الراس، طلع لهم هاد المغتصب. انتوما شنو كتسناو حتى تقول لكم فرنسا؟ ولا فرنسا ما عمرها ما تقول لكم، تقول لكم الملك الجميل هو الاستقرار، هو شمال افريقيا، هو هذيك لو ديسك، داك الديسك القديم، انا نبقاو نعاودوا حنا الاستقرار استقرار استقرار، تستقرون في الموت، انتوما كتموتوا مستقرين. إذا تسمح لي واحد المداخلة، أرى فرنسا اليوم، أرى خصم الناس يعرفوا بلي فرنسا اليوم ما بقاتش فرنسا ديال واحد الوقت فين كانت كتسمى لا كومينوتي دي لوميير ولا فرنسا ديال حقوق الإنسان اللي صنعت حقوق الإنسان. اليوم فرنسا ولات واحد ديكتاتورية بحالها بحال تركمانستان ولا الباكستان، اللي هي اليوم ولو أربعة ديال الدول في العالم اللي مفروض عليهم كيفرضوا الفاكسا، يعني الفاكسا بالعربي ما عرفتش كيفاش كيقولوا لها، تلقيح كيفرضوا على الشعوب ديالهم. يعني اليوم فرنسا ولات واحد لكاريكاتور ديال راسها، ما بقاش هذيك فرنسا بحال واحد الوقت في الزمان اللي كانوا الناس يديروا عندها المثال يقولوا احنا بغينا الحقوق بحال اللي كان فرنسا. ولا اليوم راه فرنسا ولات معروفه في العالم، هي اللي كت كت
كتدعم الديكتاتورية في العالم وكتدعم الإرهاب في العالم، وباغية الحرب أهليها في البلاد ديالها. نهضر على نهضر أنا كنهضر على المسؤولين الفرنساويين، وباغية شمال إفريقيا تبقى ديما تحت صباتها باش تبقى هي تنهب وتسرق هذاك الشيء اللي بغات، بلا ما يكونوا واحد القوة ضدها، واحد يكونوا الناس الأحرار الجمهوريين ضدها ويقولوا لها هذا الشيء اللي كديري في بلادنا ما عندكش الحق تجي عندنا حنا في بلاد الأمازيغ باش حنا نخلصوا لك انت يا الشوماج في الشعب ديالك اللي كاين عندك تما. وحنا عندنا الشعب في البلاد ديالنا كيمشي كيحرق لا ميديتيراني، كيحرق البحر المتوسط باش يهرب اسبانيا، وكاينين الوفات ديال الناس كيموتوا في البحر، والناس الوفات كيموتوا بالجوع في الجبال، الوفات الناس كيموتوا بالجوع في المدن، ومازال هذاك القلش هذاك ولد الحرام. ولد الحرام ماشي نسبة دينية اللي كيقول لك انا مغاربة المسلمين، القلش من نسبة ديني ولد الحرام، حيت مو نعست مع الكارديكو ديالها وتولدنا القلش، وهذه بالنسبة الدينية ماشي يعني هاد الشيء هذا. واش كيدير لنا حنا القلش؟ كيمشي كيحرق ليبيا الورقة ديال 500 أورو، كيحرقوا باش يشعل بها غيرو في العيد الميلاد ديالو. هاد 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 استفزاز، وهاد هاد الجباروت، وهاد الديكتاتورية اللي كتمرض على الشعب ديالنا راه ما عندهاش المثال في العالم، ما عندهاش المثال في العالم. واخا في الوقت ديال ستالين ما كانش يدير هاد الفضايح وهاد الاستفزاز وهاد الحقرة اللي كيديرها هاد النظام العلوي والناس اللي تابعينه ضد الشعوب ديالهم. راه في الوقت ديال هتلر وها كيقول لك حنا هتلر كان تعزيز عليها الالمان، وكان باغي الالمان تنجح، وكان باغي الشعب الالماني يعيش مزيان. يس وهادوك هادوك اللي كيتسمى دابا ديكتاتورية، أكبر ديكتاتورية في القرن 20، هاد ما وصلوش هاد 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 الوسخ وهاد هاد هاد السبل اللي حاكم علينا، اللي كيحرق الورقات ديال 500 أورو، باش 500 أورو هي نص مليون مغربية، كيحرقها باش لا ماشي نص مليون، شنو كنقول 500 اورو داير وقيلا 20 مليون. لا هي هذاك اللي قلتيها 500 الف فرانك، نص مليون فرانك كيحرقها باش يشعل بها غيرو. دابا توبه حامد، واش من رايك فهاد فهاد الفضايح هذا كيجيب لك الورقه ديال 500 اورو يحرقها؟ واش ما كيبان لكش هذا بلي حيوان ما عندوش كاع الصفه ديال البشر هذا الزبل هذا؟ يا بالضبط، لان الفيديوهات اللي كانت رائجه في الميديا بان كيحرق 500، والناس غيقول يا راه مالك راه برنس راه كيحرق. اشنو كيحرق زعما؟ اش كيخسرها ولا لا؟ كيحرقها كيشعل بها كارو، ماشي مساله شرا بها اربعه البيرات ولا لا كيحرقكم نتوما يا الكلابه، وحنا كنا كلاب كيحرقنا. ديك 500 اللي كيحرقها كيحرقنا حنا كنتحرقوا. شوفوا الاطفال ديالنا في الجبال، شوفوا الناس في المدن، ما بقاش نهضر على الجبال، الجبال كوكب اخر، راه حنا كنهضروا على المدن، نهضروا على الناظور، على الحسيمه، على طنجة، على تطوان، على العريش، على قنيطره، على مكناس، على مراكش. وليتو نتوما اشنو هو تيحرق باش يشعل قارو؟ نتوما كتحرقوا ولادكم باش تاكلوا، كتبيعوا ولادكم باش تاكلوا، فهو الفرقة. فنعمة لكم، طوبى لكم يا ولاد الكلبات. في اللايفات ما كتقالش هاد القضية، ولكن اللايف تالف، راكم نتوما تالفين
انكم تحرقوا بناتكم تعطيوهم الاجانب باش تاكل يا الكلب. واحد كيشد الفلوس ديالك ماشي ديالو كيشعل بها قارو. راه الناس راه منين تلاحت في الصحافه ديال غريشلاند لا غريس كيحرق، راه ماشي معنى انه شرا وقال له خذ صرف، لا لا لا، كيحرق بانه كيحرقها، كيشعل فيها العافيه، كيشعل فيكم العافيه يا خوتي المغاربه. راكم نتوما المحروقين، هذوك الفلوس راه ديالكم، ها اللي كيحرق هذاك الزنديق كيحرقكم نتوما، كيحرق الابناء ديالكم. فتحيه لكم، زيدوا قولوا عاش القلش وعاش الزبل. راكم حصلتوا، راكم حصلتوا، سمعوا سمعوا غير سمعوا، ما قلنا لكم ديروا حتى حاجه، غير فهموا فهموا ان واحد طفل صغير برهوش كيشد الماندا ديال استاذ كيشعل بها قارو لان ما خدمش عليها. قول داك الاستاذ يعطيه الماندا ديالو يشعل بها قارو، راه هي هاد القضيه. الاستاذين نهار يخرجوا باش يطلبوا شويه الزياده ويطلبوا الخدمه الرسميه، عطاو لهم العصا حتى كيشبعوا. وهذا خرج لك بكسميتو ب 500 اورو كما قلت الخلصه ديال الاستاذ حرق شعل بها القارو. وراه حتى هذوك الشعوب اللي ما عندهمش حتى شي علاقه مع ديك الارض ديالنا كيبقى فيهم الحال. دابا بحال هاد الناس ديال اليونان من شافوا هذاك المنطار، حتى هما في اليونان عندهم الناس فقراء وعندهم ناس عايشين مساكين، لكن الدوله اليونانيه كتحاول تعاونهم وكتعاون، ماشي بحال هذاك الزبل اللي حاكم علينا حنا. دابا حتى هاد الناس هادو في اليونان من شافوا هذاك المنظر هذاك كيحرق البي كيشعل فيه النار باش يشعل الكيرو، خافهم وجعوا لهم القلب ديالهم وجعهم، حيت كيقول لك هاد الزبل هذا كاريكاتير. واش حنا ولينا في القرن الحجري ولا ولينا الموين اج ولا ولينا في الوقت ديال العبوديه؟ كاين الفقراء تحت ما عايشين بوالو ساكن وكياكلوا من الكروت الزبل، واحد كيحرق البيت 500 يورو وراه ما كتدخلش الدماغ، ما كتدخلش الدماغ هادشي. وراه هاد النظام هذا راه خصو يطيح، خصو يمشي بحالو. هاد الناس هادو خصو يتحاكموا، هاد الناس خصهم يتحاكموا، يرجعوا الفلوس ديال الشعب ويرجعوا الناس الاراضي ديالهم ويرجعوا الناس الملك ديالهم. وهذيك الساعه عاد نتفاهموا على شي حل. هادشي عندي ما نقول حتى هما تنعينا بالهضره. المهم اذا عندك انا عينا بالهضره، هاد الناس هاد ما بغاش ما كيفهموش. ها حمير هادو كيهربوا، يتسناو حتى كيهربوا اسبانيا ولا الطاليان ولا تما، يبقاو يطلبوا يضلبوا في الاخر ويقول لك ايوا حنا خصنا يعطيونا الحقوق ديالنا وعطيونا. يمشيو يبكيو على اسبانيا، يمشيو يبقاو كيمشيو على اسبانيا ولا كيبقاو يدابزوا معاهم تما، يقولوا ما عطيونا الحقوق عطيونا. وانت ود الكلبه ود القحبه في البلاد ديالك ما كتزعم حتى تهضر، ما كتزعم حتى تقول شنو هذا المنكر هذا كيحرق بيت 500 يورو قدام الناس وانتم واكلين كروت الزبل الشبايط. المهم تعليس، كنظن بان قلنا ما فيه الكفايه للناس، خوتنا الاحرار، خوتنا المغاربه، تكون حر. الا كنتي عبد حنا بغيناك تنقز تولي حر، نقز لجيتنا صاحبيها، نقز. علاش هاد الظلم هذا؟ علاش اللي غترضى بواحد الانسان باش يشعل قارو يشعلو بي ديال ماندا ديال استاذ جامعي كيشعل بها قارو؟ حيت ما خدمش عليها يا صاحبي، راه ديالك، راه كيشعل القارو بفلوسك انت، فلوس التعليم، فلوس داكشي ديالك، كلشي ديالك. حدين امهم هادوك، راه البق امصونا وعايشين بالدماء ديالنا. البق كيفاش كيعيش؟ راه لا تحيد ليه الدم راه يموت. راه البق هي الاسره العلويه، شريك الاسره كامله والاتباع ديالها والناس المطبلين واللي عايشين من غامسين كلهم دين امهم بق على الشعب المغربي.
كنحييو الشعب المغربي مرة جديدة ومجددة ومكررة، والكلمة اللي نقول لكم وهي جمعوا كركم، جمعوا كركم، خليكم من 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 التخربيق في التفكير، والتفكير راك تفكروا وراك راك تفكروا مخربقينا. انا توبت حامد كنحيي الشعب الريفي وكنحيي الشعب المغربي، حيث الشعب الريفي بوحده والشعب المغربي بوحده. الى الشعب المغربي قابل على هاد على هاد الدور هاد هاد الوضعيه هذاك شغله، اما حنا في الريف شحال ما بقى غادي نقول لكم الله يعاون، احنا ما بقيناش معاكم. احنا كنتمناو طاليس كنتمناو. واش دابا هادو صابرين على العبوديه صحهم كاع الناس غادي يصبروا معاهم ولا؟ واش الصحراوي غادي يصبروا يبقاو يتعبدوا حتى هما يستعبدوهم ولا؟ واش الريف درنا حنايا الحرب ضد استعمار ودرنا الحرب ضد الوعد وجينا وبقينا حنا عاوتاني مستعبدين مع هاد مع دي جي القلش عاوتاني حرق يبقى كيف علينا ب 500 اورو ولا؟ وراه هادشي ما خصوش ما كيدخلش العقل. واما تمشيو تحاروا راسكم ديروا الجمهوريه وتعيشوا كيما الناس، اما سيروا تقودوا ما نحيي حدا. انا ماشي انا ما تنحيي حتى واحد، انا ما تنحيي حتى واحد، انا كنحيي الناس ديال الريف، وتحيه بمناسبه الابطال الريف، الابطال اينما كانوا اللي ما بغوش العبوديه، اللي ما بغوش العبوديه فهم خوتي، اللي عبد راه ماشي خويا. انا كنصح الناس اللي درت انا فيديو وراهم عندي في الفيسبوك، راه نبدا بعمليه الافرازات، اللح الرب ديال ربكم على كدافعوا على الاخوان خاويه والسجناء مسلمين، والسجناء مسلمين يا ود الحرام، انت ما بالك غير هذا راه كتدخل الحبس كتولي مسلم، سي نورمال تولي مسلم يا الكلب، لان ما لقيناش الشعب. الناس اللي دخلت الحبس ما لقات الشعب يوقف حداها، اش كتلقى؟ كتلقى القرعه والقران، كاين قرعه وقران، هادشي اللي كاين عند الناس اللي في الحبس، يا تجلس على قرعه ولا تدخل القران، هادشي اللي عطاوكم. تحيه حاره لكل الناس اللي كيتبعونا، شغلكم هذاك تبقاو ولاد القحبات عاهرات، او لا بغيتو توليو الرجال.